بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ميعادنا النهاردة مع الدرس السادس من دروس الماي سيكوال قواعد البيانات. اتكلمنا الدرس اللي فات عن الاوتو انكريمنت بشيء من التفصيل. درس النهاردة ان شاء الله هنتكلم عن البرايمري كي بشيء من التفصيل. احنا ما زلنا بنتكلم عن فنيات انشاء الجداول. النهاردة ان شاء الله هيكون الدرس كله مخصص عن البرايمري كي. زي ما اتفقنا البرايمري كي انا بوصف حقل معين بان هو برايمري كي، وليكن الحقل اللي اسمه اي دي، بوصفه بان هو برايمري كي. معنى كده ان البيانات الموجوده داخل هذا الحقل غير قابله للتكرار. يعني مثلا الحقل اي دي اللي هو رقم الموظف، الموظف ممكن اسمه يتكرر، يعني في شريف احمد وفي شريف احمد في نفس المنشاه، لكن شريف احمد الاولاني مثلا رقمه 505 وشريف احمد الثاني رقمه مثلا 604. إذا الأرقام غير قابلة للتكرار، ما ينفعش يتعمل منها دبليكيشن. أما بالنسبة للأسماء فهي قابلة للتكرار، علشان كده في الغالب بندي للحقل اللي هو الأول اللي هو حقل الأي دي بندي له خاصية البرايمري كي، أو بيسموه الحقل الأساسي أو المفتاح الأساسي. النهاردة إن شاء الله هنتعلم إزاي نعمل الجدول، حقل من الجدول برايمري كي. فهنشئ جدول عادي جدا. طبعا الأول بستخدم الداتابيز، هقول له يوز داتابيز اللي اسمها اي ام بي. هروح انشئ جدول، هقول له كرييت تيبل. التيبل ده اسمه نيمز. هحط جوه التيبل دوت بعض الحقول زي الاي دي، واقول له الاي دي دوت عباره عن انتجر وبيحتوي على 6 ديجيتس وهيكون برايمري برايمري كي عادي. انزل سطر عشان اكمل. هيكون ليه الخاصيه اللي هي اوتو اندرسكور انكريمنت. ده بالنسبه للحقل اللي اسمه اي دي. هعمل كومه واكتب نيم، ده الحقل الثاني. هيكون الداتا تايب بتاعته فار كار فاريبل كاركتر يعني 20، دي ساعة الحقل بتاعي، وهيكون نوت نل. انا كده خلصت. هقفل القوس بتاعي وادوس واعمل سيمي كولون واضغط انتر. قال لي انك ان انا عملت لك التيبل. التيبل ده هقول له شو تيبلز، عملت لك طبعا التيبل اللي اسمه نيمز. هقول له شو تيبلز، هيقول لي انا عندي اربع جداول، احنا شغالين على الجدول اللي اسمه نيمز. هقول له طب اعمل لي ديسكرايب للنيمز. جاب لي وصف الجدول زي ما انا عملت بالظبط، ويهمني هنا بشتغل على البرايمري كي. يبقى زي ما اتفقنا ان كلمه ديسكرايب للنيمز اللي هو الجدول اللي اسمه نيمز بيجيب لي مواصفات كل الحقول المكونه للجدول ده، اي دي ونيم. انا عملت بس اتنين حقل، انتجر وفاركار. الحقل الاول برايمري كي هو ده اللي يخصني. طبعا اوتو انكريمنت شرحناها المحاضره اللي فاتت. طيب انت عايز تقول ايه؟ انت كده ما قلتش حاجه جديده، احنا عملنا الكلام ده المره اللي فاتت. الجديد هو كالتالي، ان انا هاجي واقول له عايز اعمل دروب للتيبل ده، دروب للتيبل، هلغي الجدول اللي اسمه نيمز، واروح اتاكد ان هو تمت عمليه الالغاء بتاعته عن طريق شو تيبلز، مش هلاقيه معايا موجود في الجداول. طيب ما انت برضو كده لسه ما قلتليش ايه الجديد. الجديد ان انا هنشئ الجدول ولكن بطريقة تانية، بطريقة بتركز على البرايمري كي. انا كل اللي يهمني في الموضوع النهاردة هو البرايمري كي. فهروح اعمل كرييت للتيبل تاني، هقول له كرييت لتيبل. التيبل ده اسمه نيمز. افتح قوس واقول له اي دي، ده اول حقل بتاعي، هيكون انتجر مكون من 6 ديجيتس، ده طوله. هقول له اوتو اندرسكور انكريمنت، يعني هيكون التزايد فيه تزايد بمعدل تلقائي من قبل البرنامج. هعمل كومه واضغط انتر واروح اكريت النيم اللي هو الحقل اللي اسمه نيم. طب انت ما قلتليش البرايمري كي لسه. لسه البرايمري كي هنشرحه في الاخر، في اخر الامر اللي اسمه كرييت. هقول له نيم اعمل لي كمان الحقل اللي اسمه نيم.
النيم ده هيكون فاركار، هيكون 20، واقول له نوت نال، نوت نال، واعمل كوما، هضغط هنا انتر، وهكتب بقى برايمري. دي بقى الطريقه الثانيه في انشاء البرايمري كي. هقول له برايمري مسافه كي، وافتح قوس واكتب كل الحقول اللي انا عايزها، اللي انا عايزها تكون برايمري كي. هنا في حالتنا هقول له اي دي، واقفل القوس بتاعي بتاع الاي دي، واقفل القوس بتاع عمليه الكرييت نفسها اللي هو القوس الاولاني، واعمل سيمي كولن. طب انت عملت ايه كده؟ ايه الجديد من عندك يعني؟ طب ما هو هيدي نفس النتيجه. هو هنا بقى الاختلاف. انا هنا عملت كرييت لتيبل اسمه نيمز، مكون من حقلين، حقل اي دي وحقل نيم. الاي دي انتجر 6 اوتو انكريمنت، والحقل الثاني فاركار 20 نوت نل، وحددت له البرايمري كي لوحده هيكون هو الاي دي. طب ايه فايده الطريقه دي؟ فايده الطريقه دي انا ممكن اجي هنا عند الاي دي واعمل كوما، واقول له كمان خلي لي النيمز يكون برايمري كي، النيم اسف اللي هو الحقل اللي اسمه نيم يكون كمان برايمري كي. اذا انا ممكن بالطريقه الجديده ديت اللي هي اكتب برايمري كي لوحدها، وافتح اقواس واكتب كل الحقول اللي انا عايزها برايمري كي، ان انا ممكن اعمل اكتر من حقل برايمري كي. ودي الميزه الجميله هنا في السيكوال، ان انا ممكن احدد اكتر من حقل برايمري كي. يعني الحقلين مع بعض ما ينفعش يتكرروا، الحقلين مع بعض ما ينفعش يتكرروا، فيكون الحقلين دول مع بعض هما البرايمري كي. مثال لو قلت واحد احمد، ما ينفعش اقول واحد تاني احمد، لكن ينفع اقول اتنين احمد. فاهمين قصدي ايه؟ ما ينفعش يكونوا الحقلين مع بعض يتكرروا، ما ينفعش اعمل من حقلين دبليكيشن. واحد احمد شغال، واحد احمد تاني لا، لان كررت الحقلين مع بعض. لكن لو قلت اتنين احمد شغال، لان وارد ان يكون عندي شخص تاني، الشخص تاني بنفس الاسم ولكن طبعا رقمه مختلف. اذا البرايمري كي هنا بالطريقه ديت ينفع ان انا اقدر اخلي اتنين او اكتر من الحقول اصفهم بوصف البرايمري كي. طبعا هقول له هنا انتر، واروح اعمل عمليه ديسكرايب للجدول اللي اسمه نيمز. هيقول لي انا هنا عملت لك الاثنين برايمري كي، اللي هو الحقل الاول اللي اسمه اي دي، والحقل الثاني اللي اسمه نيم. طبعا الموضوع بتاع البرايمري كي مهم جدا جدا، خاصه لما اجي بنشئ جدول وعايز اعمل عمليه ربط ما بين الجداول. هنتكلم عن المساله دي بالتفصيل، ما بين البرايمري كي والفورين كي، وازاي اعمل علاقات اللي هي العلاقات ميني تو ميني، 1 تو ميني، 1 تو 1، وهكذا. طبعا هنتكلم عن المساله دي في موضوع الريليشن شيب ما بين التيبلز. وبكده نكون هنا درس النهارده. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.